سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد مع طريق في القناة ديال أفايل. كنجيب لكم عروض عقارية، كنقلب عليها، كنبحث عليها، كنقوم بعملية المونتاج والوصف ديال العقارات. كنتمنى تكون كتعم الفائدة عبر المشاهدة ديال القناة. اليوم أجيب لكم شقق من فئة ديال السكن المتوسط، كيتواجدوا في عمارة اللي فيها أربعة ديال الطوابق. تنهضروا على سفلي بروميير دوزيام تخوازيام كاتريام. هاد النوع هذا ديال العمارات كيتميز بأنك تلقى فيه أملاك مشتركة اللي هي زوينة، كالمرآب ديال السيارات، تلقى فيه كذلك المصعد، تلقى فيه الدار ديال الكونسييرج، والسطح اللي كيكون حتى هو من الأملاك المشتركة هو لاسانسور والباركين. عمارة اللي متقونة مصاوبة برطمة اللي فيها مساحة إجمالية ديال 100 متر مربع، حتى كتكون أقل من بعض الامتار، ولكن في نيسان متقونه، فيها ثلاثه ديال لي بالكون وجهه وجهه اللي هي مجموجه. انا اعزائي المشاهدين قبل ما غادي ندوز كنبغي نقول لكم ما تنساونيش بالضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك، الحوايج اللي كيحمسوني وكيحفزوني باش نجيب لكم احسن العقارات اللي كتشهاو، وكنتمنى هذا العقار يكون من نصيب احد المشاهدين. اذا كجرات العاده كنقول لكم اجيو معايا باش نكتشفوا بعدا في الصاله باش نفهموا هذا العقار هذا كي داير ونفهموا الثمن ديالو. اذا سيداتي سادتي، عندي هذا هو المدخل ديال العقار. عندنا باب بلاندي، مور هذا الباب بلاندي هذا اللي كتشوفوا معايا دابا راه دو فاصات، بعدا لا فاصات ديال على الجهه اللي هي زوونه استاتيكمون ديكور واعر، فيها كاين لاسانسور وكاين كل طابق فيه ثلاثه ديال الشقق فقط، وحده في نيسان اللي هي نقيه وزوينه. حنا داخلين لهذا العقار هذا كتلقى معايا كاين اعزكم لاكينه طواليت وحديتها، شي كبير لدينا سيباري طواليت دوشات ديالها تيلا بغيتي تستعملها كدوش، وكاينه طواليت ولافابو ودوش كاينين هنايا بلاصه بوحديتهم. راه هاد العقار هذا وصل لفينيسيون الاخرين ديالو، اجراءات ولا لي روتوش فينال ديال الفينيسيون ديالو، وفيه كل جيب الواجهه اللي هي مشمشه. اليوم تنقول لكم مرحبا بكم بمدينه مكناس، ومدينه مكناس كنقدم لكم تحيه والسلام اعزائي المشاهدين اينما كنتم داخل وخارج المغرب، كنقول لكم مرحبا بكم. بالضبط البلاصه فين كنتواجد هنا على مقربه من طريق الرباط، بالضبط الحي على مقربه من الحي ديال الناعيم. راه اللي بغى يشوف هاد العقارات فما عليه الاتصال والتواصل معي، نجيبو يشوفو حتى العين الماكر. عقار بمساحه ديال 100 متر، الشميشه مشمش كما ينبغي. شوف معايا هذه الغرفه ما هي الاولى، الغرفه الاولى فيها البالكون ديالها. راكم غادي تلاحظوا معايا بان هاد العقار فيه ثلاثه ديال البالكونات، و حتى الفينيسيون اللي عندهم فينيسيون اللي هي نقيه وزوينه، فينيسيون خفيفه ماشي فيها قوه الالوان ولا شي حاجه. وفيها كما قلت الميزه رقم واحد هي ان عند هذا العقار هذا عنده ثلاثه ديال لي بالكون. وبالثمن ندوزو نهضرو دابا على الثمن، الثمن اللي حاطين هاد الناس هذا حاطين 48 مليون 480 الف درهم في هذا العقار هذا. كاين واحد اخر اللي كبر منه داير 50، وكاين واحد اخر صغير منه داير 46. هانتوما هادي الغرفة الثانية حتى هي فيها البالكون ديالها، كما كتشوفوا الشميشة، شوفوا فين واصلة الشميشة ديال هاد العقار، مشمش كما ينبغي. زعما راه ماشي إطراء ولا حقا مجاملة، راه أي حاجة كنشوفها راه كنحاول ما أمكن أنني نوصف داك الشيء بحيادية. الموقع ديال هاد العقار كما كنقول كيتواجد بمدينة مكناس بالضبط على مقربة من حي ديال الناعيم، واللي بغى يعرف الموقع بالضبط فما عليه الاتصال. هذا هو العمل ديالي أنا كوسيط عقاري ولا كواحد اللي كيقدم لكم منتوجات عقاريه اللي هي مختلفه، وكنتمنى يكون كيعجبكم المحتوى والطريقه باش كنقدم. وتانتوما اعزائي المشاهدين كان عندكم شي عقار بغيتو تحطوه في البيع فانا راه الخدمه ديال الجميع. اذا كما شفتوا المدخل شفنا لي طواليت الدوش، شفنا الغرفه رقم واحد بالبالكون ديالها بالميزان ديالها، البالكون رقم واحد، والغرفه رقم جوج كذلك حتى هي فيها البالكون ديالها. كنلقاو عندنا هنايا بالنسبه للارضيه كلها ارضيه اللي فيها شبه رخاميه، كانك كتمشي على الرخام حيت في داك الشريطات ولا داك الديكورات بالرخام. هنا عندي الصالون، الصالون اللي هو كبير متسع ومشمش، والفيزافي ما كاينش. هذا هو الحاجه اللي زوينه. شنو كنعني بالفيزافي؟ ما قدامك السيدي لا لا ما قدامك حتى شي حاجه في الشقه ديالك، حتى الزريدو يديك ترونكيل. والشقة فاش كتدخل ليها كتحس بالدفء، السخونية دافئة على الشميشة، الشميشة داخلها من الجوانب كاملين.
الا طلعنا للسقف ديال العقار كتشوفوا معايا بينا كاين لي سبوت، كاين داك لافي كانك كتشوف راه بينا راه فيها الخشب. صالون لي كبير، صالون مبهج زوين. ونزيدكم كاين قدامو دايرين واحد الطابلو قدامها قدام الصالون باش بغيتي دير التلفزيون بغيتي دير الديكورات. ما قلت العقار ديال اليوم بالثمن ديال 480,000 درهم، ولربما يكون هناك شيئا ما من التخفيض ومن النقاش، فيكفي الانسان يجي ويشوف الموقع ديال العقار الفصاله ديالو ولا عجبو راه كيكون هناك الاخذ والرد بالنسبه للشطاره وبالنسبه للحوار من اجل الثمن. نكملوا في الغرف عاد ندوزوا للمطبخ. عندنا دابا غادي ندوز بكم للغرفه ديال الوالدين، كلها ميزات هاد الشقه هذه كلها عندها واحد الميزات اللي هما زوينين. بالنسبه للغرفه ديال الوالدين اول حاجه فيها الدوش والطواليت ديالها، هما هادو دوش طواليت. وهنايا عندي هنا كاين عاوتاني بالكون واحد اخر كما شفتوا معايا، شفنا البالكون رقم واحد وشفنا البالكون رقم جوج ودابا غادي تشوفوا معايا البالكون رقم ثلاثة. وهذا فيه لي بلاكار ديالو، فيه البلاكارات كلها، فيه البلاكارات هادو الشقة مثلا عفوا كلها فيها لي بالكون ديالها، والغرفة ديال الوالدين فيها بلاكارات. وبالنسبة للسقف كله دايرينو سامبل فينيسيون هي نقية. أعزائي المشاهدين كنتمنى تكون كتعمل فائدة عبر المشاهدة ديال هاد القناة اللي الاسم ديالها افعال، وطريق راه كيقول لكم حتى نتوما إلا كان عندكم شي عقار كنعاودها كديما فأنا راه الخدمة. مثلا كانت عندكم شقة، كانت عندكم أرض فلاحية ولا أرض تجارية ولا أرض فيلا، فأنا راه الخدمة. دابا دخلت بكم أعزائي المشاهدين المطبخ، شوفوا المطبخ كي داير، المطبخ اللي هو كبير ماشي المطبخ اللي هو صغير. البلاصة عندك فين دير لاوت ديالك، عندك فين دير لابلاك، البوطاجي ديال لاكويزين راه كبير كما قلت، راه مازال عاد غادي يقوموا بالتنظيفات النهائية ديال هاد العقار هذا. لي بلاكار عندك من التحت، لي بلاكار عندك من الفوق، الشرجون ديالك. وبالنسبة كاين حتى فهاد لي كون هادو البلاصة فين غادي تحط الكونجيلاتور، بلاصة فين تحط التلاجة، بلاصة إلا بغيتي تحط شي فران. إذن عقار لكل حاجة محطوطة في البلاصة ديالها. كنتمنى يعجبكم أعزائي المشاهدين ويعجبكم التقديم اللي قدمت لكم اليوم. ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر ديال الإعجاب والاشتراك وكذلك لي كومونتير ديالكم والتحفيزات ديالكم. كنقول لكم كان معكم طارق أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في عقارات مقبلة إن شاء الله عما قريب.